السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم التحدث بالفرنسية والإنجليزية في آن واحد. إذا طبعا هذه سلسلة موجهة للمبتدئين، سوف نتعرف فيها على جمل تستعمل بكثرة في الحياة اليومية، جمل بسيطة طبعا، وفي آخر الحصة سنقوم بمراجعة هذه الجمل لتتعرفوا على إن كنتم تتذكروها أم لا. إذا نبدأ على بركة الله بالجملة الأولى، مرحبا. إذا مرحبا بالفرنسية نقول سالو 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 سالو، أما بالإنجليزية فنقول هلو 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 هلو. الجملة الثانية، كيف نقول كيف حالك أو كيف حالك بالفرنسية؟ Comment allez-vous؟ Comment allez-vous؟ Comment allez-vous؟ Comment allez-vous؟ Comment allez-vous؟ Comment allez-vous؟ أما بالإنجليزية فنقول How are you? 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 الآن كيف نقول أنا بخير؟ أنا بخير بالفرنسية نقول Je vais bien. 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 أما بالإنجليزية فنقول I'm fine. 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 جملة أخرى، كيف نقول وأنت؟ وأنت؟ إذن بالفرنسية نقول et vous et vous et vous et vous et vous. أما بالإنجليزية فنقول and you and you and you and you and you and you. جملة أخرى، كيف نقول أنا لست بخير؟ أنا لست بخير. إذن بالفرنسية نقول je ne vais pas bien. 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 أما بالإنجليزية فنقول I'm not well. 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 I'm not. فقط هناك من ينطق ت وهناك من لا ينطقها، يعني إذا نطقتم ت في الأخير صحيح، إذا لم تنطقوا ت في الأخير صحيح. إذا قلتم I'm not well صحيح، إذا قلتم I'm no well صحيح. دكتور، إذا سواء نطقتم ت في الأخير أو لم تنطقوها فصحيحة. دونك I'm not well. 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 Well. I'm not well. I'm not well. الآن سوف نراجع هذه الجمل، سوف نرى إن كنتم تتذكرون هذه الجمل. إذن كيف نقول مرحبا بالفرنسية؟
نعم نقول سالو سالو. وبالإنجليزية كيف نقول مرحبا؟ نعم نقول هلو هلو. جملة الثانية، كيف نقول كيف حالك أو كيف حالك بالفرنسية؟ نعم نقول comment allez-vous comment allez-vous comment allez-vous. وبالإنجليزية كيف نقول كيف حالك أو كيف حالك؟ نعم نقول how are you how are you. très bien. الآن كيف نقول أنا بخير أنا بخير؟ كيف نقولها بالفرنسية؟ نعم نقول je vais bien je vais bien je vais bien. وكيف نقولها بالإنجليزية؟ نعم نقول I'm fine I'm fine I'm fine. الآن كيف نقول وأنت وأنت بالفرنسية؟ نعم نقول et vous et vous et vous. نعم وبالإنجليزية كيف نقول لها؟ oui نعم نقول and you and you and you. نعم الآن كيف نقول أنا لست بخير أنا لست بخير؟ كيف نقولها بالفرنسية؟ نعم نقول je ne vais pas bien je ne vais pas bien je ne vais pas bien. وكيف نقولها بالإنجليزية؟ نعم نقول I'm not well I'm not well I'm not well I'm not well. نعم إذن كانت هذه هي جمل هذه الحلقة، نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى اللقاء.